هذا بيتي، هاي هذا بيتي اللي مكون من طبين، سبنا له كل العائله في النازحين. هذا زي ما انت شايف الاطفال والنساء بالكل الحمد لله. اسمي انعام ام فتح الاغا، مقيمه في المواصي، متزوجه وعندي اب وعندي من الاولاد والبنات 9 اشخاص. من يوم النزوح حبيت اني افضي بيتي طبقين للنازحين، عائلات كبيره من النازحين من الاطفال والنساء والشيوخ والمعاقين. قلت لاولادي لازم يسيبوا البيت ولزوجي، وسكننا برا وقعدنا برا في عريشه، وما زال بنستقبل العديد من النازحين تعبانين نفسيا وجسديا لا يمتلكوا على شيء. احنا البيت يعني لما انت تعدي فيه كانه يعني ايش يعني مخيم للاجئين، كله اطفال كله نساء كله ايه كبار في السن. حاج العام وين ما رحت بتلاقي كله يعني كان احنا الحين عايشين في مخيم من النساء والاطفال. يلا كيف حالك؟ يلا وعطولي اياها هوبا هوبا. من بعد يعني ما امتلى البيت عندي على طبقين من كتر النازحين، قلت لجوزي افتح الدفئات الزراعيه، فيها مزروع عندنا يعني بعض الخضروات، قلت له بدنا نخلع ونقعد النازحين قد ما قدرنا نوفر لهم من الخيم والنايلون انهم يعملوا في الداخل معرشات ويقعدوا انهم يدفوا، وعندنا ميه تحليه وفرنا لهم ان نعبي لهم ميه تحليه وميه للغسيل انهم يعني يستعينوا فيها باي شيء. يعني قد ما احكي معاناتهم مش حقدر اوصف المعاناه اللي هم بيعيشوها، يعني حالهم ببكي الله يعينهم، من المعاقين من الاطفال من النساء من كبار السن، يعني مش الواحد مش قادر قد ما بده يعمل مش قادر يوفر لهم كل شيء. يا رب اطلع مع الله، الله يا رب يسعدكم ويوفقكم. انا قدمت كثير وعملت كثير للنازحين بس بضل في نقص. انا بتمنى من كل شخص ممكن يسمعني او يقدر يحاول انه يساعد، لانه انا في ناس العائلات محتاجه ملابس، محتاجه حفاضات، محتاجه طعام. قد انا ما اعمل بس بضل اشي ناقص، بتمنى كل واحد انه يحاول انه يساعد هالنازحين. السلام عليكم. الله يحفظك لانك علم وضوء ونجم ساطع في السماء. رغم النزوح وال يعني المعاناه اللي عاشت فيها المراه، رغم هيك انها هيها مرفوعه الراس وبتربي وبتقدم وهي عمود البيت وبتزيح الاحزان، ما بتبكي بل بتقدم وما بتهتز، وان شاء الله ان شاء الله حتكون هي المراه العالميه والمؤسسه في كل شيء.